قررنا زيادة في الإنتاج الإجمالي للبلدان الأوبك وغير الأوبك ب 100,000 برميل في اليوم في شهر سبتمبر. هذه الزيادة تعني بالنسبة لبلادنا زيادة ب 2,000 برميل في اليوم، ليصبح الإنتاج الإجمالي لبلادنا 1,057,000 برميل في اليوم. كذلك اتفقنا على أننا سنواصل دائما مراقبة كما نعمله منذ بداية الاتفاق التعاون على السوق والمشاورات بين البلدان الأوبك وغير الأوبك، ونلتقي في الشهر القادم يعني في شهر سبتمبر إن شاء الله يوم 5 سبتمبر لإعادة النظر في تطورات السوق ولاتخاذ القرارات المناسبة في حينها.